بالنسبه احنا ما خططنا اي حاجه احنا ما خططنا الشغل طبعا دايما الناس بتشتغل بره في الناس بتشتغل بيتي لان اكاديميك الخير دايما ما بخلوه ما دايما يخليك تمشي للكوميشن بيحاولوا يقول لك تشتغل كاكاديميك ريسيرش عشان كده في جزء كبير جدا بتاع انه اذا انا بعمل التطوير ده بدل اخلص الجزء اللي انا قعدت فيه الحكايه بتاع جاري 5 شهور شغال فيه وبتاع اوبتمايزيشن ده طب ضيع وقت اوبتمايزيشن شنو انا اذا كان هذا نزله يعني اوبتمايزيشن عشان نشوف اقل حاجه مع اقل شيء بشوف اشوف احنا البيت ريت مع الديستورشن بتاعي فدي دي اكاديميك ريسيرش اكاديميك ليرنينج بالنسبه للكومبريشن كتورنيتو بتاعتي كنا واخدين الكومبريشن ما كانوا يشتغلوا دايما يشتغلوا يسموها اللوسي كومبريشن زي دونت كير انه تعمل ليها انه مهم المعلومه صح؟ فانا بقى لو وصلت الستوري ما عادش كارير يعني فهنا بتبدا ده بسموك ريسيرش يعني اكاديمي ريسيرش لابد انه يكون لوتلس لابد انه يكون اوبتمايز لابد انك تشوف تجرب مع كذا الجوريزم لابد تشتغل بنفس الداتا اللي تشتغل بيها الجوريزم عشان تقدر تقول انه مثلا ده افيشنت ما افيشنت ده افيشنت ما افيشنت لكن العلاقه فيه كلوسي كومبريس لوسي ما كلوسي صراحة شغل جميل جدا و يعني عجبني شديد لأنه لديه جزء لكن في جزء متخلين ده في غناء اسمه ماجستي سينما في التلفزيون دي كده كان بيتعرض الناس بداية شهر مارس كان العرض حيكون ب 3 دايمنشن في التلفزيون العادي فأنا كنت منتظر يعني صراحة مش شغل أشوف 3 دايمنشن فاجأت لي ناطورة أصلا ما واضحة من الأصل كانت موجودة لأنه أنت ما قلت لأنه في نصارى ما جئت فأنا جئت جدا يعني النصارى دي أنا أتوقع الحكاية أنا لا مش أن يكون نصارى مش أنا ما عندي النصارى داير أتمتع أشوف الحكاية فأنا ما عارف يمكن إيه يعني عملوا علينا سيدة إيميجا وتشتغل في الآية الثانية يا رب من النصارى دي المشكلة الأساسية بتاعت 3 دي ان 3 دي النظارة انت بتشوفها دي هي جت فلتر اصلا لو شفت النظارة النظارة فيها واحدة يلو وواحدة بيت صح؟ ده غير دي النظارة العادية البولارايز دي هي غير بتعمل نفس الحكاية هي بولارايز جلاس بتعمل نفس الحكاية بتعمل فلتر للكلر انت عندك القدرة بني ادم عنده القدرة انه يشوف الجيت لكن الكلر كل اللي بيعملوا انه بيدوه بيشيلهم كل الكلر اساسا ريد جرين اند بلو ليه ده بتاع الكلر راجي بيجي بيعمل شنو؟ بيجي بيدوه ريد جرين ريد جرين ديل 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 هم بالنسبه لك ديل الشاليه الانفورميشن الموشن انفورميشن الاخير ده هو الشايل الديبث انفورميشن كل اللي بيعمله حتى انك ماجستيك ده بيعمل شنو؟ بيجي يجيبوا الصوره دي بس صورها بدل حاجه واحده زي ممكن احطها في التلفزيون بتاعي طب كنت لو كان مثال صور مره هنا ورا بمشي لاقي بزحها كده 10 سنتيمتر بوصل وساعتها نص التلفزيون ده الصوره دي بلمها مع بعض بعمل هنا 3 دي فدي بكتب ماشي لها كمبون فرجع لي الخط بتاع 3 كمبون بديك 2 كمبون بالنسبه لك دي شايله الانفورميشن بتاعت الموشن واحده دي شايله الدبث بطلع واحده بتطلع مثلا الريم هنا بشيلها بتاع بديك الريم بتاع دي طب جاي كده ليه؟ كل النصائح هتعمل شنو؟ هتفلتر لك هتشيل لك الاي دي اللي كان فيها بلو بتشيل لك البلو كل ما تشوف بتشوف اللي بقيت اللي هنا دي الثانيه دي بتشوف برضه بتفتن لك اللون ده وتديك اللونين كده الراس الفيديو في يوم فيها عنده القدره دي بيكون طوالي اثنين طوالي بتكون موشن واحده طوالي دي بتجي لك جبس تنجي زي الحاجه طالعه كل اللي هنا دي لكن ده فرق ده بتاع الكلام ده بيسموه ده ستدي ستوري انها هي جايه تو هيم لكن في 3 دي انيميشن دي ديفرنت دي ديفرنت حاجه ديفرنت فيشن دي فيها نخش فيها اخر ترانسفورم تلاقي ده فيها سنتر زي الانيميشن اللي حتى بيشوفوها ايوه اللي هي زي شريك وبتاع دي 3 دي لكن ما 3 دي هنا ستوري 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 ده صورتين زي زمان كان بيجيبوا في الملاهي بتاع ناس يخش يلاقوا تلبس نظاره زي الطياره طايره لك ده متصور بصورتين لكن الانيميشن لا الانيميشن فيها ديبث ده سنتر
لان يعني ازاي بعمل برسم مراقبه اللي بديها الجيف، لكن عشان كده الانيميشن بيشوف عقد ان ازاي 3 دي، لكن فرق من دي لدي في النهايه كله بيسموه 3 دي.